اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام الى هذا العدد الجديد من برنامجكم الاسبوعي بيت القصيد، حياكم الله يا عمار بيت القصيد. مشاهدينا في هذا العدد نستضيف حالة فريدة، شعرا وارادة وعزيمة وقادة، نعم، من الاردن جاءنا حتى يشارك في هذا البرنامج الشاعر طه الفندي صاحب التجربة اللامعة في سماء الشعر والإبداع. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد يا طه. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الجميلة وعلى إتاحة الفرصة لأعتلي هذا المنبر، منبر بيت القصيد الذي ضم العديد من الشعراء الكبار والقامات العظيمة في الشعر والأدب. نحن نتشرف في قناة الرافدين باستضافة كل ذي موهبة فذة وثابة يا طه، وأنت من أصحاب الإرادة قبل أن تكون من أصحاب الكلمة وتتسلح بها، إرادة وعزيمة وحبا وانتماء وإنسانية ووجدانية، كل هذا حاضر دائما بقوة في شعر طه الفندي. قبل أي سؤال الذهاب إلى قصيدة، تفضل إلى قصيدة. قصيدة الناي، تفضل. أراني إن ضحكت أجر حزني، لك أن تمسكها بين يديك، تفضل. أراني إن ضحكت أجر حزني كصوت الناي يبكي إذ يغني، رؤوف بالجراح طوال عمري أب يحنو عليها، ويكأني عزائي أنني سطرت شعرا. أنا ابن الموت لكن بالتمني، عزائي أنني سطرت شعرا، أنا ابن الموت لكن بالتبني، سجين النأي ضميني خيالا، أفر متى أردت إليك مني، سجين النأي ضميني خيالا، أفر متى أردت إليك مني، بخيل بالوصال وإن دمعي سخي بالهطول، وعند ظني يطهرني بكائي من ذنوبي، مدين للبكاء من صغر سني، حفظت الكذبة الحمقى قديما، غبار يستقر بوسط عيني، نهاني أبي عن التمثيل يوما فتهت لأن أمي ما نهتني، فأبدو واثقا بالفعل لكن أخبئ خيفتي بيني وبيني، أخبئ خيفتي بيني وبيني. الله، هذه الروح المعجونة بشيء من الحزن، الحزن الذي يتشبث بالآخر ويقول له ها أنا موجود، أبحث عنك، حاول أن تكون دائما بالقرب، لا تنشغل إلى آخره من هذه القيم والوجدانيات الإنسانية المفقودة. باعتقادك كم نحن بحاجة إلى العودة إلى قيمنا التي بدأت تتقلص شيئا فشيئا يا طه؟ نحن بحاجة كبيرة صراحة إلى العودة إلى جوهر الموضوع الذي يحمل القصيدة ويعطيها القيمة العظمى التي بدأت للأسف تفقدها، والمشاعر الجياشة التي يعني تشد القارئ والسامع والمتلقي بشكل جميل. هذا فيما يتعلق بالقصيدة. الآن دعنا نتحدث عن القيم الإنسانية الآخذة بالتقلص والتلاشي. ماذا نحتاج حتى نحافظ على ما تبقى من قيم ونعززها؟ أنت كطه كشاعر أردني، ما الذي يعني ترى أننا بحاجة إليه أو إلى التمسك به من هذه القيم الآخذة بالتبخر للأسف؟ علينا أن نترفع عن كل الخلافات وعن كل يعني الأمور التي من شأنها أن تفكك من تركيبتنا كمجتمع واحد، كجسد واحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما قال عليه الصلاة والسلام. وعلينا أن نوحد الكلمة ونوحد قضايانا، سواء القضايا الوجدانية، العلاقات الإنسانية، أم القضايا الوطنية التي باتت يعني هي سيدة المشهد
في هذه الأيام. صدقت يا طه، حينما نتحدث عن تجربتك الشعرية لا أريد أن أتحدث عن النشأة والتجربة وأوائل القصائد، وإنما أريد أن أتحدث عن السر الذي تبثه إلى الورقة منتقلا من قصيدة إلى أخرى. هل هناك سر ما يسكن في قصيدة ويقيم في قصيدة أخرى في تجربة طه الفني؟ بالطبع هنالك سر، وهنالك دائما روح متجددة، وكأنني كلما أكتب نصا جديدا كأنني أكتب لأول مرة، هكذا بهذه الروح المتجددة التي تدفعني إلى التعبير عن الشعور. أحيانا أعود للوراء ثم يعني أكتب من واقعي، ثم يعني أحفز نفسي بقصيدة أخرى وهكذا. وقد كتبت نصا يعني عن هذه القضية التي هي قضيتي، وأنا من فئة الأشخاص ذوي الهمم. نعم، نحن نسميهم ذوي الهمم. أنا سعيد جدا أنك وصفت نفسك بأنك من فئة الأشخاص ذوي الهمم، وهذا أفخر به طبعا، ونحن كذلك بدورنا نفخر به ونفخر باستضافتك وبالاستماع إليك هنا في استوديوهات الرافدين. يا طه، كيف تصف الكلمة نفسها في شعر طه الفندي؟ هل الكلمة تتحدث بمدلولات بعيدة، أم أن الكلمة تفسر معناها السطحي؟ يعني ما الذي ربما تريد تأخذ أن تنتمي إليه؟ ربما تأخذ عمقا عظيما، بحيث أننا يعني يمكنني أن أترجم كلام على لسان الجمادات مثل هذا الكرسي، وهذا موضوع تناولته في قصيدة الأخيرة التي كتبتها بعنوان الشاهد. الشاهد، نعم، وقد تكلمت عن هذه القضية وكأنني أستنطق هذا الكرسي الذي هو صاحبي وأخي ويلازمني في كل وقت وفي كل زمان ومكان. هذه قصة وجدانية وإنسانية لا تنفصل عن الواقع الإنساني أبدا، وأنا لا أمثل نفسي فيها فقط. نعم، إنما أعكسها على فئة كبيرة من المجتمع. الفئة لها كل تقدير وكل احترام، وأكيد هي فئة فاعلة في المجتمع، لا تعد عبئا ولا تنتظر أي شفقة، وإنما تنتظر من ينظر لها بعين أنها قادرة على التغيير، قادرة على إحداث الفارق أيضا. نعم، بالطبع، وقادرة على كتابة وقراءة الشعر. بالطبع، أثبت لنا ذلك. بالتأكيد، أثبت لنا ذلك مجددا، تفضل. قصيدتي بعنوان الشاهد. ضع فوق قبري كالشواهد مقعدي، هذا الذي احتمل الجراح كجلمدي، هذا الذي شهد المعارك كلها، ولربما من قبل يوم المولد، وهو الذي ما صد عني لحظة، ويضمني ضم الحبيب الأوحد، هو صاحبي وأخي ونصفي، لم يزل في كل حرب خط سر تجددي، هو صاحب السر الذي ما خيبت فيه الظنون ولم يحرف مقصدي، سيجيء نشوانا سعيدا أنه عوني وحسبي، فالأدلة في يدي، سيجيء يشهد للإله بأنني أجهدته من منزلي للمسجد. الله، سيجيء يشهد للإله أنني أجهدته، سيجيء يشهد للإله بأنني أجهدته من منزلي للمسجد، من مسجدي للمنزل الخمس التي فرضت على طه الحبيب محمد. يا أنت خير الصحب، يا ظلي ويا أنسي، إذا خفت اغترابي في غدي، سخرت عمرك في قضاء حوائجي، والله ما أثنيتني عن موعدي، وعرفت نفسي من خلالك عندما أحنا الجميع رؤوسهم بترددي. يا عرشي المنصوب، يا عرشي المنصوب فوق الجرح، كم ألهمتني لأنال كل السؤدد. يا عرشي المنصوب فوق الجرح، كم ألهمتني لأنال كل السؤدد. هل لا رأيتم بعض صولاتي وقد طفت البلاد به بغير تبلدي؟ الله الله، خيل من الفولاد صلب جامح، يعدو بلا نصب بليل سرمدي، أنت الصدوق وقد عرفت الناس، لم أحظى بمثلك
رغم طول المشهد يا صاحبي في الغار، هم مكروا لنا جهلا فواجههم بعزم مهندي. يا صاحبي في الغار هم نكروا لنا جهلا فواجههم بعزم مهندي، قالوا ضعيف عاجز، قلت اصبروا سترون فعل المبدع المتفرد. في كل ميدان ووسط محافل الأشعار يجدو صوته ذاك الندي، حتى تقلد رفعة الرحمن إذ من فك ينهل من صفي المورد. الله الله الله، جميل. كيف هي الطقوس الخاصة بطه الفندي حينما يريد أن يكتب قصيدة؟ هل تختلف الطقوس عن قصيدة إلى قصيدة باختلاف الموضوع واختلاف العنوان واختلاف النوع؟ حدثنا عن طقوسك في كتابة القصائد. قد تتعدد الطقوس في كتابة القصيدة. أحياناً القصيدة تفرض نفسها وتفرض زمانها على الشاعر، وعلي أنا شخصياً قد تأتي يعني هكذا نتيجة حدث أو نتيجة كلمة أسمعها فتلهمني لكتابة نص جديد. نعم. ويعني قد أكون قد قرأت قصيدة أعجبتني كثيراً وأخذت مثلاً منها فكرة استلهمتني وجعلت منها نصاً جديداً بقالب جديد وروح جديدة وفكرة مختلفة وإطار مختلفة. آخر أيضاً. نعم. جميل هذا المعنى في جعبتك الكثير من النصوص كما أرى بالطبع طه، ولكن لابد أن نستمع إلى شاعر آخر، ما رأيك؟ كما تشاء. الآن إذن أنا وأنت سنذهب إلى فقرة مختلفة. إذن أعزائنا المشاهدين، دعونا نذهب وإياكم لنستمع ونشاهد شاعرا من المغرب العربي وهو يقرأ قصيدة جديدة في فقرتنا قصيدة للوطن. نشاهد هذه القصيدة ومن ثم لنا عودة، لا تذهبوا بعيدا. من قبل كل حقيقة وسراب نور المحبة للعلا أسرابي، إذ شع وعد الله من ملكوته فمضوا به في دهشة المرتاب، وترى التقلب في وجوههم إذا فروا لصرح خر بالأسباب. ملت عيونهم النجوم وإفكها واستفتحوا استفتاح غير مجاب، حتى توضأت السنون بدمعهم واستبشر الإجداب بالإخصاب. قطع من الصحراء رن صليلها والأرض تسأل أهل مكة مابي، البير ما في البير إلا فرحة في الطين ضجت من عصيب غيابي. فروي العطاشا يا ابن هاشم زمزم فاضت ببشرى مولد الأواب. هذا الزمان زمان نور ساطع، نار المجوس خبت به لتبابي، الأرض قالت في الحلول محمدا والحمد عم حوالك الأقطاب. وانشق في كبد السماء ودلنا قمر دنا من ذروة الأعتاب، ولد الهدى من بعد ما وعدوا به والوعد حق يا أولي الألباب. الله الله يعلم حيث يجعل نوره، نسب العلا في أشرف الأنساب، زادت شمائله به شرفا فما مدح الكمال بلائق لمعابي. أخديجة ارتجلي قصيدا دثري، قولي له أوتيت فصل خطابي، يا حامل الكل الثقيل وناصر الكل الضعيف وفاتح الأبواب. قولي له قولا يليق بخاشع لما سنى في ظلمة المحراب، قولي له قولا يليق بقائد شق الكدى في غزوة الأحزاب، قولي له قولا يليق بشافع حين النشور وساعة الإرعاب. قولي له كيما أقول تجرؤا
لا يبلغ الموهوب مدح مهابي، ما القول فيه بمسعف، ما الشعر فيه بمنصف، ما يحتويه خطابي، ماذا أقول؟ ودمع فاطمة اشتفى لما اكتفى في نوأة، ومآبي ولد الهدى، يكفي إذا ولد الهدى أن ترزقوا حبا بغير حسابي. يا أيها الشوق الذي تزنى به أشواق كل الآل والأصحاب، بل شوق أرواح مجندة فما غابت عن الأسلاف والأعقاب. آمنت أنك يا رسول حبيبنا من قبل كل حقيقة وسراب. شكرا لكم. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، ولمن التحق بنا مؤخرا ضيف هذا العدد من برنامج بيت القصيد، برنامجنا الأسبوعي الشاهر الشاعر طه الفندي من الأردن، وصاحب القصيدة الجميلة المؤثرة جدا الشاهد، ومن الشاهد إلى زائد القصائد وقصيدة جديدة. تفضل. قصيدة التالية هي قصيدة كتبتها لأرضي، لوطني الأردن، عنوانها معركة الكرامة. تفضل. خط اسم أرضي فوق كل شعار، يا موطن الأبطال والأحرار، وطني كسيف في وجوه عداته، لم تسلم الجبهات من بتار. أرض الكرامة موطن العز الذي صان الجوار فكان نعم الجار. أرض الكرامة موطن العز الذي صان الجوار فكان نعم الجار، حفظ العهود ورد كيدا غاشما حتى تحاصر في لظى الأخطار. كنا بساحات المعارك إخوة كمحمد وخليله في الغار. الله. هي ساعة كانت كيوم قيامة، والخاسرون مصيرهم للنار، لما وثبنا وثبت الآساد إذ فر الجبان أمامنا كالفار. لما وثبنا وثبت الآساد إذ فر الجبان أمامنا كالفار. الخوف قيدهم سرى بعروقهم، والرعب أجبرهم على الإدبار. الله. فتراهم يوم اللقاء طرائدا يأخذه من جحفل جرار. هو هكذا الجيش العظيم فعاله، والحر يهزم زهوة الجرار. والله يعلم أن منا أنفسا تجلي الظلام عظيمة الأنوار. تأبى التراجع حين ترفع راية مشكولة بالعزم والإصرار. حلو. متكاتفين يضمنا علم به السبع المثاني تميمة الثوار، ومرابطين على الحدود كأننا طوق يزين جنة الأغوار. أقمارنا لم تنطفئ فوق التلال بهية أكرم بها الأقمار. ومرابطون على الحدود كأننا طوق يزين جنة الأغوار. جميل. أعتابنا ما دنست من يوم أن أخلى اليهود معاقل الأنصار. والقدس تعرفنا وتعرف بأسنا، نحن الضيوف ونحن أهل الدار. والقدس تعرفنا وتعرف أهلها، نحن الضيوف ونحن أهل الدار. إنا على نهج الفداء سنمتطي خيل العروبة آخذين بثار، ما دامت الأقدار من رب السماء مرحى بهذا النصر والأقدار. 50 عاما نحتفي بتمامها، دامت بلادي أعظم الأقطار. متى هذه الحرية التي تنشدها في هذه القصيدة يا طه، حرية القدس؟ وقد يقول لك قائل، كيف ستحرر القدس بالكلمات؟ نحن يعني كلنا أمل
أننا سنكون على موعد قريب مع الحرية وال ما الذي ينقصنا بإذن الله حتى نحقق هذه الحرية؟ ينقصنا جيل واعٍ ويعرف قيمة القدس وقيمة مقدساتنا الإسلامية وهذه الهوية التي ننطلق منها وإليها. نعم. وأنها القضية الأولى التي نجتمع تحتها جميعا. ينقصنا أن ننشئ جيلا يعني مهيأ ومربى على عقيدة الدفاع عن الأرض والمقاومة. وهذه الكلمات قد تثير بالنفس ما تثيره من نعم. من أشجان ومن صدقت ومن دوافع لكي يعني تحرك لكي يتبنى الواحد مثلا المشاعر. فكرة التضحية من أجل القضية المركزية والقضية الأم التي يؤمن بها، القضية الجامعة التي يلتف حولها الكثير إذا لم أقل جميع العرب والمسلمين كل العرب والمسلمين المعمورة. الآن دعنا نذهب من جديد إلى الشعب الأردني وارتباط هذا الشعب الوثيق بقضية فلسطين ولا سيما قضية المسجد الأقصى والقدس المحتلة. صف لنا شيئا مما يعيشه الأردني حال حصل ظرف صعب ما في القدس المحتلة مما تشهد عليه من ظروف، تفضل. طبعا التاريخ والجغرافيا وجغرافيا المكان شاهدان على أننا شعب واحد. نعم. نحن عندما نقول الأردن نقول فلسطين ونقول القدس والمسجد الأقصى والعكس بالعكس، ونحن شعب واحد ولا يفرقنا أي حدود ولا يعني تفرقنا هذه المسميات. شعوب متصلة بينها شعوب متصلة في النسب وبالدم وفي التراث. نعم. وفي كل الموروثات نحن متصلون مع بعضنا يعني وكأننا جسد واحد. نعم. لا تفرقنا هذه المفاهيم الاستعمارية أو ما يجمعنا أكثر الحدود. مما يفرقنا دائما بالضبط. ولا شك في هذا يا طه الفندي الشاعر الأردني الجميل. نريد الآن أن نذهب إلى موضوع آخر مختلف تماما عما تحدثنا به. القصائد على مهلها لا مشكلة، سنقرأ المزيد من القصائد وسنستمع والسادة المشاهدون طبعا إليك بصوتك الأجش وأنت تقرأ هذه القصائد، ولكن لابد أن نذهب إلى فقرة مختلفة الآن وهي عبارة عن سأطرح أمامك 5 مفردات وكلمات وتعطيني تعريفا جديدا مبتكرا يعبر عن طه الفندي بكل سرور بعيدا عن المعنى الدلالي المعروف والشهير لهذه نعم. الكلمة برؤيتي الخاصة نعم الكأس يعني مفهوم. الكأس علينا أن ننظر بالنصف المملوء منه إلى النصف المملوء منه، أي أن نلتفت إلى الإيجابيات يعني نعم. حتى يعني قد نواجه بعض المصاعب والعوائق نعم. ولكننا يعني يجب أن نجعلها هذه محفزات إن شاء الله. دعنا نواصل هذا التحدي يا طه، ولكن أريد منك شيئا واحدا أن تختصر الإجابة بسطر فيما يتعلق بالتعريف. أعطني تعريفا جديدا بعيدا عن الإسهاب، الحكاية ستصعب والمهمة ستصبح أكثر تعقيدا ربما. الآن سأقترح عليك مفردة جديدة وهي مفردة الظن. الظن، أعتقد أن الظن أحيانا بالنسبة لي إذا دخل الظن يصبح يقينا يعني، وإلا فلا نظن به يعني. القلق. القلق هو الشعور الذي يسبق القصيدة. الكرسي. الكرسي رفيق الدرب ورفيق التجارب والمعارك التي أخوضها. الحلم. الحلم شيء يصعب تحديده في زمان أو مكان أو إطار. الآن نعود إلى القصيدة، إلى قصيدتي الجديدة. قصيدة إجاباتك كانت موفقة جدا بالمناسبة. شكرا. قصيدة التالية عنوانها فضول. إلى فضولك إذن، وينتابنا الفضول وهي قصيدة غزلية. إلى الغزل إذن، اغزل علينا يا طه، تفضل. من الغنات
أنا قلبي دليلي، لقد سلكت لعمري في سبيلي. أحبك يا جهينة ملأ قلبي، ويقرع بي كما قرع الطبول. أحبك مثل سيدة عجوز تغني حزنها فتشد حيلي. أحبك مثل فيروز الأماني تعود صبية بين الحقول. أحبك مثل فيروز الأماني تعود صبية بين الحقول. أحبك مثل ناسكة تصلي طوال الليل تدعو بالقبول. الله الله. أحبك مثل دالية لعوب أرويها فتنبت في الخليل. جميل. أحبك طاهرا من كل رجس كثوب أبي على حبل الغسيل. الله. أحبك طاهرا من كل رجس كثوب أبي على حبل الغسيل. بحجم الكون أيك فؤاد أمي تحن علي بالقول الثقيل. أحبك مثل وحي الله يوحي لمريم من على أرض الجليل. فهزي يا جهينة جذع قلبي، ألست أحق من جذع النخيل؟ فهزي يا جهينة جذع قلبي، ألست أحق من جذع النخيل؟ ألست أحق من جذع النخيل؟ فهذا النص منك وليس مني، أنا الثرثار من فرط الفضول. نظمت وما اكترثت بجن قيس، علمت الشعر يفتك بالعقول. أنا المنساب شعرا فوق أرض ممزقة بأنصاف الحلول. شربت دم الحروف كأي ذئب يعيش على دم قان طليل. يا الله. أحبك هكذا قولا وفعلا، فعول فاعل رغم النحول. سأكسر كل بحر كان نهجا لأهل الضاد من زمن الخيول، ومن عصر ابن كلثوم وعبس يقبل سيفه وقت الصليل. ويغزل ألف بيت في ثوان يرتبها سويعات الأصيل. يغنيها على نحن حزين عظيم الجرح يصدح كالصهيل. جهينة قصة يا قوم، من لي بمن ينصفني بالدور البطولي. أحبك قدر ما طافوا ولبوا عباد الله بالبيت الضليل. لقد جاءوا لمحو الذنب عنهم، وقد رجعوا كعذراء بتولي. ما شاء الله. أحبك إنما حظي قليل، وأطمح لو تجودي بالقليل. أحبك إنما حظي قليل، ويطمح أن تجودي بالقليل. أحبك كيف أنت وكيف أني أحبك، لست أدري فاشرحي لي. فاشرحي لي، ونريد منك أن تشرح لنا الآن شيئا مختلفا. لن أحرجك وأقول لك عمن كتبتها، اشرح لنا مضامينها، مقاصدها، ما تخفى وراء الكلمات، وإنما سأذهب إلى حديث مختلف. نعم. ولربما يكون ذا شجون واسعة، ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا، نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعده نواصل رفقة طه الفندي. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد، ولمن التحق بنا مؤخرا، ضيف هذا العدد من بيت القصيد من الأردن طه الفندي. حياكم الله يا سيدي. وحياك الله أيضا طه. إلى الليل، أو ما هو عنوان هذه القصيدة؟ ليل. لا أرى جيدا، ليل. نعم. بارك الله في نظرك ونظرنا، وخذنا إلى بصيرتك الثائق في ليلك. أنت ترى في الليل أيضا وفي النهار، خذنا إلى ليلك الذي تحب. ليل وعقرب ساعة ودخان
صفحات شعر فوقها فنجان، قمر صغير ليس يدخل غرفتي، خلف الجدار كأنه خجلان. الله. أتحسس الأشياء، تلك وسادتي، أرق يؤكد أنني إنسان. أتعمد الفوضى لأدخل عالمي ذكرى وتهطل بعدها الأحزان. يا الله. طيف وراء الباب، ضوء خافت، ظل غريب هادئ وجبان. تتشابك الأفكار، تتشابك الأفكار، أمسك حبلها، تتعدد الأشكال والألوان. تتشابك الأفكار، أمسك حبلها، تتعدد الأشكال والألوان. فأرتب الفوضى التي أحدثتها، نصر يتوج تاجه الخسران. الله. في اللامكان أضعت بعض ملامح من صورتي تتنكر الجدران. الله 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 الله. الآن سنتحدث عن شيء مختلف، الواقع الثقافي في الأردن. هل ترى من تلقاء تجربتك وظروفك الخاصة أيضا، مع كامل الاحترام والتقدير لشخصك الكريم طبعا، هل ترى أن هناك نوعا من يعني التكامل في المشهد الثقافي الأردني، وأنهم طبعا يعطون الفرصة للأصوات الشعرية بغض النظر عن ظروفها الصحية أو ظروفها المختلفة بتعدد أشكال وأنواع الظروف التي ربما يمر بها امرؤ ما؟ حدثنا باختصار عن ما تحلم به مقارنة مع الواقع. إذا تحدثنا عن تركيبة المجتمع الأردني بالمجمل، المجتمع الأردني مجتمع فتي، يعني معظمه من الشبان. جميل. ونلحظ في الفترة الأخيرة أن قسما يعني كبيرا من الشبان يكتبون الشعر وينهجون هذا النهج، فأصبح هنالك يعني عدد كبير من الشعراء يعني القادرين على اعتلاء المنصات، ولكننا نحتاج، ما زلنا نحتاج إلى دعم يعني من النواحي، يعني توفير المكان أو تنظيم، توسيع رقعة الأنشطة الثقافية على امتداد الخريطة الأردنية. نعم، لكي يظهر الشعر الأردني بأبهى صورة. نعم. من ناحية بحيث تشمل الكثيرين من هذه المواهب الشابة الصاعدة والطالعة، يعني وتظهر أسماء يعني لها الحق يعني أن تظهر من خلال موهبتها الشعرية وهذه يعني الكتابات العظيمة. نعم. التي يعني نلحظها في الفترة الأخيرة. هل تود أن أسألك سؤالا محرجا مثلا؟ كما تشاء. لو قلت لك حدد أسماء ثلاثة من شعراء الأردن تنصح بمتابعتهم لجمهور بيت القصيد من متابعي قناة الرافدين. ثلاثة. نعم. يعني مع الاحترام لجميع الشعراء في الأردن، طبعا الأردن أكبر من أن يختزل بثلاثة شعراء، أنا أعي ذلك جيدا، ولكن لكن هي من باب يعني الدعابة. نعم. من تختار؟ ولكنني أختار في المقدمة وفي الصدارة دائما الأستاذ محمد العياف العموش. الله. القيصر. الله. الآخر من؟ الثاني الدكتورة هناء البواب. جميل جدا أيضا. ومن الثالث؟ والثالث الأستاذ جاسر البزور. ما هذا يا رجل؟ هذه الأسماء يعني أسماء كبيرة فعلا، أحدثت يعني تغييرا على أرض الواقع فعليا. نعم. وفي القصيدة وفي الموضوعات الجديدة التي تطرحها. ما تنتظره يا طه؟ نعم. من الشعر ما الذي تنتظره بصراحة؟ أجب ما تحب، لا تفكر بإجابة. نعم. قل فورا. الإجابة حاضرة إن شاء الله. تفضل. أنتظر من الشعر أن يخدمني في قضية الإنسانية. جميل. في الدرجة الأولى، يعني أن أسلط الضوء على قضيتي التي يعني انطلقت منها وتكلمت عنها، عن هذه التجربة، لن أقول المعاناة التي أعانيها يعني ككوني شخص من أصحاب الهمم، ولكن همي الأكبر أن أعكس للناس صورة أن هنالك مبدعون من هذه الفئة وقادرون على التغيير والتعبير.
بالكلمة وبالصورة، نعم، وبكل المجالات. بلا شك أن هناك مبدعين كثرا في هذا المجال، بالطبع. أو يعني أقصد في ذوي الهمم الذين تمثلهم أنت الآن أمامي في هذا البرنامج، وأنا من يعتز أكثر والله يا طه، وأنت صديق عزيز قبل أن تكون ضيفا على بيت القصيد وقناة الرافدين. الآن لابد أن نعود إلى الشعر من جديد، تفضل. احمل الورقة بيدك يا رجل، لا تبخل على الورقة. حاضر، تفضل. حدثني عنك. أنا المقيم الراحل، وأنا القتيل على الملا والقاتل والقاتل، وأنا الذي أرسلت 1000 قصيدة للموت يحملها الحمام الزاجل. كفي، نعم كفي التي أطلقتها للشعر أمست بالحروف تجامل. كفي، نعم كفي التي أطلقتها للشعر أمست بالحروف تجامل. كثرت جراحي والطريق طويلة، إن الجراح على الغريب تطاول. الله، عيناي ما عادت تفرق، كلما رأت الحقيقة خلتني أتخايل. والدمع حتى الدمع ولا مدبرا، مل الهطول وغيمه يتثاقل. الحزن ذات الحزن وجه شاحب، الحزن ذات الحزن وجه شاحب، أتراه في جيناتنا يتناقل. الله الله. لما سألت العمر هل لي توبة، قال المجيب عن السؤال السائل: كم كبوة يا خيل ذقت كفيلة أن ترفع الرايات، كيف تواصل؟ في عتمة الليل الذي أمنته أن يحفظ الأسرار، إني جاعل في الأرض من رمل الدروب خلائفا لي تستقر على المدى تتناسل. ما كان ذاك الليل يضح ساهرا، ما كان نذلا ما به يتناذل. ما كان ذاك الليل يفضح ساهرا، ما كان نذلا ما به يتناذل. لماذا يتناذل هذا الليل وقد كنت صديقه قبل قليل؟ نعم. أم هي حالات المفارقة، حالات نفسية مختلفة؟ الليل وأجواء رفيقي مختلفة يدخل بها الشاعر أحيانا. نعم، الليل رفيقي، وعادة ما أكتب في يعني منتصف أنت الليل. أنت تمازح رفيقك إذن حينما تتهمه بالتخاذل. صديقك الليل. نعم، وسويعات الفجر الأولى والدقائق. صحيح، الأولى وهي الساعات التي يعني عادة ما أكتب بها وما تحضرني القصيدة في هذا الوقت. ما الذي تتمنى أن تعطيه للشعر؟ للشعر بعكس السؤال السابق الذي تتمناه من الشعر، نريد منك الآن أن تخبرنا عن الذي تتمنى أن تقدمه للشعر. أتمنى أن أقدم صورة يعني تتوافق مع التركيبة الفكرية أو العقلية التي نعيشها، يعني نعم. على الشعر أن يكون يعني متوافقا مع زمانه ومكانه الذي يعيش فيه. يعني أتمنى أن أقدم قصيدة يفهمها الصغير والكبير. أحسنت. يحفظها الصغير والكبير، المتعلم والغير متعلم. يعني جميل، المتعلم وغير المتعلم. أنا معك، أنا نعم. معك في هذا القول، ولكن قد تجد قائلا يقول لك ليس شرطا أن نكتب قصيدة مثلا يفهمها صغير بذات القدر الذي يفهمها بها الكبير. لماذا لا يكون هناك نوع من الثقافة، اللغة العالية، الفلسفة الوجدانية؟ لماذا لا يكون هناك ثقافة حاضرة في النص الشعري؟ نحن الآن في هذه الأيام لا نحتاج إلى قصيدة معقدة. نعم. نريد اللغة البسيطة البليغة، ومعنى البلاغة أن نصل إلى يعني إلى جميع لن نختلف ولن نصل إلى نزاع، لن نختلف أنا وأنت ولن نتنازع أبدا، سنظل أصدقاء، ولكن أنا أتحدث عن أمر مختلف. أنا معك أننا لا نريد قصائد معقدة، لكننا أيضا نريد قصائد تمدنا بالثقافة، أليس كذلك؟
على الشعر أن يكون متنوعا، يعني هنالك قصائد تكتب للخاصة، نعم، لنقول مثلا لطبقة النخبة، النخبة الشعراء والأدباء، نعم، هنالك قصيدة تكتب للعامة، الوجدانيات والإنسانيات التي تصل إلى الجميع، نعم، يعني قد يحفظها الصغار. أحسن، صحيح. فهذه وظيفة الشعر أن يصل إلى الجميع، يعني وإلى وظيفتك الآن حتى تصل إلى الجميع، يعني أيضا إلى قصيدة جديدة، نعم، ربما تكون قصيدة الختام. أحسن انتقاء القصيدة يا طه، ومعك 20 ثانية، اختر قصيدة. هذه القصيدة تكون مسكا لن أقرأ عن الورق هذه المرة. تحفظها؟ أحفظها لأنها من البدايات. والله، نعم، إلى القصيدة التي نشأت في بداية، التي نشأت معها في بدايتك، تفضل. القصيدة عنوانها المراجعة، نعم، وقد مزجت بين الشعر العمودي وشعر التفعيلة في نفس القصيدة. تفضل. تسائلني الحبيبة كل يوم سؤالا لا أطيق به جوابا، أتأخذك الحياة وأنت مني وتنسى كم تخطينا صعابا؟ الله. أتذكر كم تألمنا سويا؟ أتذكر كم تألمنا سويا وكابرنا ولم نحسب حسابا؟ أتنسى يا بني صلاة فجر تقام وقد تناصفنا الغيابة؟ نمر على المشافي كل حين فلا تشفي الغليل ولا المصاب. نمر على المشافي كل حين فلا تشفي، فلا تشفي الغليل ولا المصاب. ونمضي في طريق نال منا وبين البين أرهقنا اصطحابا. تنام على يدي إذا أطلنا وترقب ساعة تهدي الإيابة. تلح علي بالله أجبني فتقتلني رعاشا واضطرابا. الله. وترديني قتيلا في سؤال عذول إذ تناجيني العتابا. وتخاف من نفسي علي، وتخاف من نفسي علي ومن نسيمات الصباح. وترسم وتمسح الدمع المخيمة في العيون فيبرأ القلب المشبع بالجراح. قامت تصلي الفجر فوق ضفائري، توضأت برحيق دمعي وكفنتني بشالها المعقود في خيط السماء وهيأتني للرحيل. ومضت تسير على طريق نحو نيل المستحيل. ومضت تسير على طريق نحو نيل المستحيل. أما أنا، إيه؟ أما أنا فقد امتثلت لأمر ربي، أسلمت وجهي للذي فطر السماء. أشق دربي حتى إذا ما أدخلتني جنتي أخذت تطوقني بقضبان السرير وخبأت عني دموعا من حرير. فاتركيني، فاتركيني عرضة للشمس تنخر في عظامي، وانزعي عني لثامي، جرديني من قصاصات الثياب، لونيني كالغياب بكل ألوان العذاب. أنا إن أغمضت جفني لا أخاف، لا يضير الكأس في أرض يمزقها الجفاف. لست أذكر في حياتي برهة فيها ابتسمت. الله. غير أقنعة التنكر بالبشاشة ما لبست. أنا يا أماه إن جفت دموعي فاعلمي أني رحلت. أنا يا أماه إن جفت دموعي فاعلمي أني رحلت. وتخاف من نفسي علي كنجمة خافت زوال بريقها إما بدت شمس الشتاء وإن توارت بالسحاب. وتضمني كالأرض ضمت ما تهاوى من ضباب. ومضيت خلف قصيدتي، ومضيت خلف قصيدتي متربصا بحروف جر حروفها أمحو بها كيما أرد إلى نهايات المراجعة التي دونتها في شال صاحبة القصيد. وتخاف من نفسي علي كأنها حبل الوريد. الله. وتقول لي هون عليك، هون عليك بني طه، ما أنزل الله إليك كتابه أبدا لتشقى من قريب أو بعيد. وتخاف من نفسي علي، وتخاف من نفسي علي، وتخاف من نفسي ومن نفسي علي. نعم. رسالتك إلى الأردن الذي تحب، رسالة تسجل عبر هذه الحلقة
ويحفظها كل أحبابك. ماذا تقول إلى الأردن والأردنيين؟ أتمنى يعني من الأردنيين بشكل عام أن نظل بهذه النعمة من الأمن ومن يعني التلاحم والتراص. نعم. وهذه المحبة التي يعرف بها الشعب الأردني والكرم والجود الموجود عند الشعب الأردني. وأتمنى من خلال هذا المنبر يعني أن يسمعني المحبين والأهل والأصحاب في الأردن، ولا شك وأن أن تصل الكلمة إن شاء الله. إن شاء وأنتم الله. يعني على قدر يعني هذه المسؤولية إن شاء الله، وأنت كذلك على قدر هذه المسؤولية يا طه. وأنت إنسان مبدع. شكرا. تجربتك واعدة، هذا طبعا ليس حكما وإنما رأي مستمع وكثير من المستمعين الذين يتابعوننا الآن. لابد أنهم أعجبوا جدا بجميل ما قرأ. طه الفندي من الأردن، الشعر العذب الممتع خفيف الطلة الجميل جدا. للأسف وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نتمنى مر الوقت سريعا، مر الوقت هكذا سريعا هكذا النقاط الجميلة. نعم سريعاً. إن شاء الله نتمنى أن تتسع الأيام المقبلة لمثل هذه اللقاءات الجميلة. شكرا جزيلا لك يا طه. شكرا. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا العدد من بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر وربما شاعرة. حتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.